نتواصل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام ونستكمل التحليل لهذه الزيارة مع أستاذ كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي. أهلا بك معنا دكتور كريم. يا أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتور كريم. بالتأكيد الشق السياسي يعني غالب في هذه الزيارة، لكن أيضا الشق الاقتصادي له حضوره وله أهميته وأيضا له رسائله ومفرداته. عندما نتحدث عن الاقتصاد في هذه الزيارة نتحدث بداية عن اللجنة العليا المشتركة طبعا بين البلدين والتي توقفت منذ عام 2014، وبالتالي إلى أي مدى هذه الزيارة تعمل على تعزيز وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي والشراكات الاقتصادية بين الدولتين؟ يعني طبعا بالفعل سوف يظل دائما وابدا الملف الاقتصادي حاضر بقوه في العلاقات بين الدولتين. كمان يعني يجب ان نضع في الاعتبار ان يمكن الدوله المصريه تعتبر من اهم المستثمرين العرب او من كبريات الدول العربيه التي تستثمر في الجزائر. يمكن يعني وفقا لبيانات عام 2019 حجم الاستثمارات المصريه في الجزائر وصلت ما يقترب من 3.6 مليار من الدولارات في أكثر من شركة مصرية كبرى تستثمر في الجزائر. يمكن يأتي على رأسها شركة المقاولين العرب وشركة أوراسكوم وشركة السويدي وأيضا شركة علام للمقاولات. طبعا الشركات المصرية يمكن بتلعب دور كبير جدا وهام في يعني في في إنشاء وتطوير البنية التحتية الجزائرية. يمكن أيضا إحنا يعني لو تحدثنا عن المشروعات تنفذتها الشركات المصريه في الجزائر هنجد انها يعني يمكن مشاريع مهمه جدا للشان الداخلي. يعني على سبيل المثال شركه المقاولون العرب يمكن انشات اكثر من حي سكني كبير وانشات عشرات الالاف او الاف من الوحدات السكنيه في الجزائر مثل اسكان البليده ومستغانم. وايضا يعني يمكن شاركت ايضا شركه المقاولون في بناء مبنى وزاره الماليه الجزائري ومحطات تنقيه مياه ومحطات صرف صحي، وايضا شاركت في تطوير ميناء وايضا ميناء راس جنات وايضا عدد من المشاريع الاخرى. كمان يعني احنا يعني يمكن كمان حتى ان يمكن في عدد من الشركات المصريه شاركت كمطور صناعي في عدد من المناطق الصناعيه الجزائريه. واذا نظرنا الى يعني حجم التجاره بين الدولتين فيمكن برضه يعني هنجد ان حجم التجاره لا يعبر عن قوه العلاقات بين الدولتين بحكم ان هم يمكن مكبريات الدول العربيه في منطقه شمال افريقيا. كمان هنجد مثلا يعني ان يمكن وصل يعني افضل حجم تجاره بين الدولتين في عام 2018 لما وصل حجم التجاره الى 1.2 مليار. مصر صدرت للجزائر ما يقترب من 920 مليون واستوردت منها ما يقترب من 360 مليون. اما في عام 2019 فحجم التجاره انخفض الى 1 مليار، وفي عام 2020 مع ظروف الجائحه يمكن لما يتجاوز حجم التجاره 650 مليون. ثم في عام 2021 وفقا لبيانات اول 6 شهور او اول 6 شهور او النصف الاول من عام 2021 وصل حجم التجاره الى 400 مليون دولار، وهو ارتفع عن عام 2020. وذلك يعني يمكن نتوقع ان يكون عام 2021 في زياده عن في حجم التجاره عن العام اللي قبله هو عام 2020. وبالتالي يعني اظن اتصور ان يعني تلك الزياره بجانب يعني الشق السياسي والامني اللي هو يعني يمكن الملفات الهامه ايضا سوف يحظى الشق الاقتصادي بمزيدا من الاهتمام. كمان يعني في اهتمام يعني مع تفعيل مجالس الاعمال واللجان المشتركه بين الدولتين ان يجب ضخ مزيدا من الاستثمارات المشتركه ومزيدا من التعاون في القطاع الخاص خاص للدولتين. بالاضافه لان يعني كان تم طرح فكره في عام 2018 خلال مؤتمر بترول مصر الذي تم يعني استضافته مصر ان يتم وضع عمل كيانات اقتصاديه مشتركه لكي تغزو السوق الافريقيه خاصه في مجال البترول والكيماويات والصناعات من ذات النوع. بالاضافه لان طبعا يعني الجزائر تعتبر من الدول اللي بتصدر لمصر يمكن يعني الغاز المسال وغاز البتوغاز وخلافه، دي تعتبر يعني من المواد البتروليه المهمه للدوله المصريه.
عظيم دكتور كريم. أيضا مصر لديها تجربة تنموية ملهمة ومهمة، خاصة كما ذكرت في وقت الجائحة مصر كانت تمضي في مجالات كثيرة تنموية في محافظات مصر، لديها حياة كريمة. هذا المشروع التنموي العملاق هو بحد ذاته يعني تجربة ومشروع قومي مهم وملهم للعديد من الدول. وهنا أسأل، إلى أي مدى يمكن أن تستفيد الجزائر في كل هذا الكم والكيف من التجارب التنموية المصرية؟ وأيضا مصر لديها خطة واستراتيجية 2030 والتي تسعى من خلالها أن تتحقق التنمية على كافة الصعد، وبالتالي فكرة الإفادة والاستفادة بين الدولتين في هذا الشق التنموي كيف يكون؟ طبعا يعني الجزائر دولة مثل مصر، يعني يمكن في الفترة الأخيرة انتهجت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وتريد أن تدخل في مرحلة التنشيط الاقتصادي، وفعلا يمكن بالفعل وضعوا خطة للإصلاح الاقتصادي وطرحوها على البرلمان الجزائري وتم الموافقة عليها، وبالتالي الجزائر تسعى إلى تنويع، يعني هي يمكن يعني تسعى الجزائر إنها تنوع اقتصادها، خاصة ان يعني الجزء الاكبر منه يعتمد على البترول والغاز، وهو يمثل يعني اكثر يوصل ربع تقريبا الاقتصاد الجزائري او الناتج المحلي الجزائري. طبعا يعني عندما نتحدث عن العلاقة مع مصر في هذا المجال وفي هذا القطاع، فان ايضا الجزائر تريد ان تنفتح في مجال التنمية وتقليل معدلات الفقر لديها وخلافه، وبالتالي ان لدينا في مصر نحن تجربة تنموية رائعة، ويمكن يعني حتى ان صندوق النقد الدولي قال هي تجربة ملهمة لباقي الدول الأفريقية، خاصة يعني واحنا تحدثنا مرارا وتكرارا ان الشركات المصرية التي تعمل في مجال المقاولات والبنية التحتية وخلافه، بحكم انها اصبح لديها سيرة ذاتية جيدة في المشاريع التي قامت بتنفيذها في مصر، فبالتالي سوف تكون تلك الشركات مؤهله انها تعمل داخل الجزائر. واحنا من كنت اديت مثال على يعني اكثر من شركه كبرى كانت تعمل في مصر ابتدت بالفعل تنفذ عدد من المشاريع التنمويه في الجزائر. انا زي ما قلت ان المقاولين العرب انشات الاف الوحدات السكنيه وشاركت في محطات تنقيه مياه وصرف صحي وتطوير مواني وخلافه، ايضا حتى ان يعني شركه السويد يمكن كانت ساهمت في عمل محطات طاقه شمسيه وطاقه كهربائيه وبناء مساجد ومصفات بترول وتطوير مطارات وخلافه، وبالتالي طبعا يعني انا اقول ان التجربه التنمويه الموجوده في مصر هتكون حاضره في قوه في الدول الافريقيه بصفه عامه وفي الجزائر على وجه الخصوص. وهنا أسأل، إلى أي مدى البنية التحتية القوية المصرية وأيضا البنية الاستثمارية والتشريعية التي قامت مصر على إعادة النظر في الكثير من القوانين والتشريعات الخاصة بالاستثمار أصبحت جاذبة للأشقاء الأفارقة والأشقاء أيضا من الأقطار العربية دكتور كريم؟ طبعا يعني يعني احنا زي ما قلت ان التجربة التنموية اللي احنا بنتحدث دائما عليها في مصر هي كانت البداية، وهي كانت بداية التنشيط والتنوع الاقتصادي، واحنا هنا يعني احنا خلال سنوات قلائل قدرنا يعني نبني لدينا دولة جديدة بالمعنى المفهوم، ونحن الآن على اعتاب الجمهورية الجديدة والانتقال نحو العاصمة الإدارية، فمحدش يقدر ينكر ان دي تلك تجربة ملهمة للجميع، وبالتالي يعني يمكن الدول في المحيط ودول المنطقة تبحث بشدة يعني ما تأثير ذلك أو كيف يمكن الاستفادة من التجربة المصرية، خاصة يعني يمكن الدولة المصرية يعني تترك تجربتها مفتوحة للجميع الذي يريد أن يشارك. وأنا كنت عايز أقول أيضا أن يعني على الجانب الآخر أن يعني المجال التنموي أو مجال التنشيط الاقتصادي هو يعني نقدر نقول عليه هو نتيجة يعني تراكم خبرات، وبالتالي يعني الدولة اللي تريد أن تنقل هذا جزء من الخبرة، وطبعا يعني بنفتح المجال يعني نتيجة الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية اللي بيتم توقيعها بين الدولتين، كمان يعني أن عدد كبير من الاتفاقيات اللي تم توقيعه في السنوات السابقة، يعني نتكلم في الكام سنة الأخيرة ما تقترب من 20 اتفاقية في مجال الزراعة والصناعة والبترول والغاز وخلافه، كمان يعني الجزائر يمكن يعني في نقط نقدر نقول عليها نقط تشابه بين مصر والجزائر، خاصة أن الجزائر من الدول المصدرة للبترول والغاز الطبيعي،
ويمكن صادراتها في مجال الغاز الطبيعي بتزيد بشكل كبير، ومن الدول التي تصدر او لديها طفره في تصدير الغاز المسال الى الدول الاوروبيه خاصه اسبانيا والبرتغال. وايضا على الجانب الاخر مصر من الدول التي اصبح لديها يعني طفره في تصدير الغاز الطبيعي وايضا الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الاخضر. دي كلها نقدر نقول عليها يعني مشاريع او قطاعات بتستحوذ على اهتمام الطرفين لنقل التجارب والاستفاده منها، خاصه يعني احنا ابتدينا نشوف ان يعني مجال الغاز الطبيعي والطاقه والطاقه الجديده والمتجدده من المجالات التي تحوز على الاهتمام العالمي والاهتمام الدولي. واظن في اطار التنوع اللي بتقوم به الدوله المصريه في تنوع اقتصادها واقتحام قطاعات جديده صناعيه وتكنولوجيه وخلافه، اظن ان دي هتكون ايضا من الملفات التي تستحوذ على اهتمام الطرفين، على اساس ان تعتبر مصر والجزائر من اكبر الدول الافريقيه تصديرا للغاز الطبيعي، سواء غاز طبيعي بالشكل العادي او غاز طبيعي مسال. التعاون والشراكات في عصر التحديات، يعني أنت كنت تتحدث منذ قليل عن جائحة كورونا وما خلفته هذه الجائحة من آثار وتبعات اقتصادية على كل دول العالم. مصر تعاملت مع هذه الجائحة بنوع من الحكمة والتوازن، بل وحققت أيضا معدلات تنمية في ظل جائحة كورونا بشكل أو بآخر. وبالتالي الجزائر ومصر في ظل جائحة كورونا وهذه الآثار والتداعيات على الاقتصاد العالمي والاقتصاد الإفريقي وعلى أيضا اقتصاد الدولتين، كيف سيتم التعامل الثنائي المشترك بين الدولتين في ظل جائحة كورونا وأثارها؟ طبعا يعني احنا دائما بنتحدث عن الجائحة وأثرها السيء على اقتصاد الدول النامية والأسواق الناشئة بصفة عامة. أيضا الجزائر من الدول اللي تعرضت في عام 2020 لأضرار بالغة، يعني يمكن هنا يعني فرق النمط، قدرت أن تجتاز تلك الأزمة وحققنا معدل نمو إيجابي تقريبا 3% في عام 2020، ولكن طبعا للأسف الجانب الجزائري أو الدولة الجزائرية لم تخرج من فخ يعني النمو السلبي، وحققت نمو سلبي في عام 2020 ما اقترب من سالب 5. وبالتالي طبعا يعني هنا نقدر نقول ان في كان ضرر حدث للدولتين، وكمان كان دائما يعني يمكن الرئيس السيسي كان تحدث في كل اللقاءات على ان يعني الارهاب وجائحه كورونا وقضايا المناخ دي قضايا دوليه يجب ان يتم التعاون بين جميع الدول والاستفاده من التجارب. ايضا يعني بحكم ان مصر من الدول اللي نقدر نقول عليها ابتدت توطن بالفعل تصنيع اللقاحات والامصان، ويمكن الجزائر من الدول التي يعني تريد ان تستفيد من هذا، فاظن هيكون في يعني مزيدا من التعاون في المجال الطبي والدوائي لتوفير مثلا لقاحات للدول الافريقيه عن طريق الدولتين، خاصه يعني يمكن تم يعني بحث اكثر من مره ان يكون في كائنات اقتصادية عملاقه تجمع بين القطاع الخاص المصري والجزائري لاقتحام الاسواق الافريقيه والاستفاده من الامكانيات المتوفره لدى الدولتين. نعم دكتور كريم، في القمة العربية المقبلة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، ما المأمول، ما المتوقع من خلال هذه الزيارة الثنائية أن يتم الدفع بشأنه وبصدده في القمة العربية المقبلة اقتصاديا؟ طبعا يعني احنا زي ما نقول يعني كل دي يعني لقاءات بيقوم بيها الرئيس الجزائري تبون يعني بالذات مع دولة إقليمية بامتياز وهي مصر، طبعا لإنجاح القمة العربية القادمة. طبعا يعني في ملفات شائكة وهمة تطرحها وتم بحثها في قمة الجزائر. طبعا الجزائر هي دولة مهمة وقوية ولديها وضعها في منطقة الشمال الأفريقي، بالإضافة أنها من الدول المستقرة ولم يعني تعاني من أزمات الربيع كما حدث في عدد من الدول الاخرى، بالاضافه انها دوله على المستوى الامني والعسكري تعتبر طبعا من الدول التي يعني الدول الكبرى في المنطقه والدول القويه. وبالتالي يعني انا اظن يعني ان القياده السياسيه في الجزائر بالاضافه الى التمهيدات التي حدثت في تلك القمه سوف اظن يعني سوف يكون في حلول عربيه واقتراحات ومبادرات عربيه لحل مشاكل الشان العربي، خاصه يعني ان احنا لدينا اكثر من ملف سياسي، عوده سوريا الى الصف العربي بالاضافه الى مرتزقه والجماعات الإرهابية اللي موجودة في ليبيا وقضايا أخرى طبعا كثيرة وعدة من سوف يتم بحثها في القمة القادمة. نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي.